هنشوف بقى دلوقتي التقرير بتاعنا. كاميرا سيداتي انساتي نزلت صورت تقرير عن احتفاليه بمناسبه ذكرى ام كلثوم، ودي الذكرى ال 43 على راحلها، واللي نظمها صالون مصر المبدعه بحضور عدد من رموز الفن. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نبدا مع حضراتكم فقرات حلقتنا، ومنتظره تليفوناتكم في خلال فقره طارق السعود الخاصه بالابراج. مساء الخير عليكم جميعا، واحنا في حضرة اجمل صوت عرفه مصر ام كلثوم. أم كلثوم يعني غنية عن إن حد يتكلم عنها، فنها الباقي اللي لسه قاعدين نستمتع بيه، ولما نسمع كل ما نسمع كل ما بنستمتع بيه. أنا ما بعتبرش إنها رحلت، أم كلثوم معانا وباقية معانا مدى عمرنا كله. بنت أختها أستاذة نادية الكاشف بعد ما اتعرض المسلسل قالت لي أنا شفت ستي فاطمة النهاردة، فده كان وسام على صدري ان هي لقتني زي ستها فاطمه، واهدتني شربين اللي مسكته في ايدها في انت عمري. شوف قد ايه جميل. ما دام تحب تنكر مميز ومختلف الحمد لله رب العالمين عن زمن أم كلثوم، لأنه الحقيقة زمن جميل ومعايا شباب رائع من الصوت الذهبي. الصوت الذهبي ده كان مشروع وفكرة المرحوم محسن فاروق. النهاردة تبع الصوت الذهبي، الصوت الذهبي رشحني اني انا اكون موجودة النهاردة واشارك في الحفل، بس فهي عن طريق صندوق التنمية. طبعا سعيدة بالصالون نفسه، سعيدة بالمكان، سعيدة بالزخم والعبق والتاريخ اللي هي بتمثله أم كلثوم نفسها. يعني افتكر عرضنا على الشاشة من خلال المسلسل اللي هو 37 حلقة الكثير من سواء أسرارها الشخصية أو سواء يعني حياتها الذاتية أو مجدها الفني.